أيها الشعب الكريم، إن من حقوقك المهمة التي تضاف إلى جنب حقك الوطني هو حقك الديني الذي يجب أن يدافع عنك فيه ويوعيك عليه المنبر. ولذا أسألك اليوم، هنالك من يحاول أن يرصف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مع الفاسدين ويصورها للشعب أنها هي من أتت بهم، ويوجه الغضب الشعب اتجاهها ليرفضها الشعب ويعرض عنها، وهي مقام كريم احترمه المسلمون وغير المسلمين لقرون. فيا أيها الشعب، هل تمتلك المرجعية كتلة برلمانية؟ كلا. كلا. هل تمتلك حزبا خاصا بها؟ كلا. كلا. هل تمتلك مسؤولا أو وزيرا، أو هل عينت رئيسا أو حتى مديرا يعمل لصالحها؟ كلا. كلا. هل تورطت أسرة المرجع أو المرجع في صفقات مالية مشبوهة؟ كلا. كلا. هل سكن قصرا؟ كلا. كلا. هل حرض يوما على طائفة من طوائف المسلمين؟ كلا. كلا. هل حرض يوما على قومية معينة كالكرد والتركمان أو الشبك؟ كلا. كلا. هل حرض يوما على دين غير دين الإسلام كالمسيح والصابئ والإيزيد والكاكائيين وحتى اليهود؟ كلا. كلا. هل أفتى من أجل حفظ الوطن؟ نعم. نعم. هل قدم النصائح والإرشادات وطالب بتغيير الوجوه؟ نعم. نعم. هل رفض الفاسدين وأغلق بابه عليه؟ نعم. نعم. هل دعم إرادة الشعب وحقه في القرار والتغيير؟ نعم. نعم. هل وقف يوما عائقا أمام تقدم الشعب؟ كلا. كلا. إن من أتى بالفاسدين هي أمريكا، ومن دعم الفاسدين هي أطراف إقليمية وأطراف دولية، ومن اختار الفاسدين وصار وقودا لهم هم الجهلة الذين خانوا شعبهم. فيا أيها الأبناء ويا أيها الإخوة، إني أوضح لكم، فهذا تأريخ، لا تسمحوا لأحد أن يركب موجة غضبكم وحراككم ليوجهه ضد المرجعية الدينية. إن مشكلة الشعب هي مع الفاسدين، مع التدخل الإقليمي والتدخل الدولي، لا مع المرجعية التي تدعم إرادة الشعب في التغيير وتدعم قراره في المصير.